حاجة مهمة قوي يا ايمي. ايمي انت دلوقتي البيزنس بتاعك ده انت الكبيرة، صح، وعندك 3 اخوات ولاد اصغر منك هما معاكي في الشركة بتاعتك. ازاي قدرتي تقنعي 3 رجالة ان هما يبقوا معاكي في الشغل؟ يعني مش سهلة انت تقنعي واحد. ايمي انا اخوي بيرد عليا التليفون بالعافية، يعني انا عايزة افهم ازاي اقنعتيهم هما التلاتة ان انتوا كلكم مع بعض اسرة حلوة لذيذة تشتغلوا مع بعض؟ يعني اكيد دي مش سهلة. هقول لك السر بقى يا شيرين، الموضوع جاي عكس. ده كان في سنة 2010، هما برضو اخواتي كانوا عايشين في انجلترا. ادم جه هنا لقى ان في فرصه او في اوبورتيونيتي في السوق ان يعمل ويبس اونلاين للتذاكر تيكتين، وكانت اول واحده تتعمل في مصر، ودلوقتي بقى في كتير بس دي كانت اول واحده تتعمل في مصر، ما بقتش موجوده. وهو حاول، وساعتها انا كنت رئيس التحرير مجله اصليه، ايوه حقيقيه ورقه وطباعه، كنت بحط مطبعه وايديا تتوسع شوف المجله في ايديا. ايام زمان ايام الجميله. وقال لي لا وسيبك من ده والانترنت والاونلاين. وقلت له ادم انا يعني انا مانجنج اديتور اكبر مجله انجليزي في مصر، أو يعني بنيت اسم وعندي كتب، عايزني اسيب كل ده عشان اللعب العيل الاونلاين بتاعك؟ فانا حسيت كنت اوريدي وصلت لاخر حاجه في الكارير اللي انا كنت موجوده فيه، وكان وقت ان بقى اتطور نفسي من نفسي. فقلت له تمام. فكان يعني اكشلي اول مكتب لينا كانت اوضه السفره عندي في البيت، وكانت انا و3 اخواتي. وقعدت قلت لهم ها هنعمل ايه؟ فين الاونلاين ده؟ وقعد يقول لي ده احنا هنكون بليونيرز بقى، ده اونلاين. وكان اياميها بقى فيسبوك والناس بيكسبوا. طبعا انا مستنيه لسه بعد 12 سنه في الموضوع ده، مستنيه اليخت. قال لي من 12 سنه هيكون في يخت. ما فيش لسه اليخت، ما جاتش لسه اليخت. يا ايه ده الكلام ده؟ فاكشلي هم يعني فلاقينا نفسنا احنا الاربعه. بس طبعا طبيعي يعني ادم كان عنده خبره قوي في ناحيه البيزنس، وانا عندي خبره قوي في ناحيه الميديا. بس انا طبعا كنت اسم، عندي اسم في السوق وعندي نتورك وكونتاكت، فكان يعني كان سهل ليا ان اليد الموضوع في الاول. بس الموضوع شيء كان صعب جدا 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 طبعا، مش سهل يعني. لا ومجال جديد ومجال مختلف ومش حاجه حد عملها قبل كده في مصر. انتوا كنتوا اول ناس تهتموا بالمنصات اللي على السوشيال ميديا اللي ليها اخبار، بس اخبار ترفيهيه. بالزبط. برضو مش حاجه اخباريه والناس يعني، كانوا بيستهيفوا بيها قوي كمان، مش فاهمين. صح. انا طبعا انا فاكره الموضوع ده، وفاكره قد ايه السوشيال ميديا من كذا سنه لما ابتدت ناس كانت تقول لك برنامج على السوشيال ميديا ولا اعلان على السوشيال ميديا. يا عم السوشيال ميديا ايه؟ اطلع اجري بقى، ايه الكلام الجديد ده؟ لكن فعلا دلوقتي اهو الدنيا بتتطور وبتكبر كل يوم. وانت كمان يا شيرين كنت من اوائل الناس اللي كنت فاهمه اهميه السوشيال ميديا، وانت اكيد فاهمه في الاول قد ايه برضو الناس لما كنت بتنزلي وتستخدمي المنصه بتاعتك انت عشان تحكي حكايه حد تاني. بالزبط. في الاول كانوا بيستهيفوا بقيمه ده. دي حقيقه. انا ابتديت برضو اول برنامج ليا على السوشيال ميديا، فعشان كده انا بقى انا فاهمه بالظبط اللي انت بتقوليه ده. وبصي النهارده، بصي الدنيا النهارده عامله ازاي. بالزبط. حاجه ثانيه، انتوا غير المنصات دي انتوا لسه عاملين ابلكيشن جديد، ده مبروك على فكره. الابلكيشن دي قررتوا ان انتوا تبيعوا عليها بقى منتجات. ايه اللي خلاكوا بعد ما كنتوا بتعملوا دعايه فجاه تقرروا طب ما احنا كمان نعمل ابلكيشن؟ ده مجال تاني خالص وقصه تانيه، ومنتجات داخله وطالعه، وتبعتي الحاجه وتجيبيها وتغيير، يعني صداع كبير. بس مجال تاني، انتوا ليه قررتوا تدخلوا في ده؟ مجازفه برضه. احنا اكتشفنا على 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 مدار السنين الشيرين ان احنا ساعدنا من خلال، احنا طبعا مو فور في المنصات، واحنا كمان ماركتنج ايجنسي كرييتيف ايجنسي، الاثنين شغالين في نفس الوقت. المنصات بتحكي حكايات والكرييتيف ايجنسي بتبيع دغري. ما بين الاثنين اكتشفنا كميه الشركات والبراندات، شركات جلوبال ومصريه اللي احنا ساعدناهم ان يكبروا ويبيعوا ويكسبوا فلوس. واحنا احنا عمالين بقى لنا 10 سنين عمالين نكسب للناس التانيين. وبعدين شغل الميديا شيرين في الاخر او شغل الايجنسيز هي محتاجه الواحد في ان في ناس بايديهم بيعملوا، والناس يبطلوا خلاص مفيش بيزنس، ودي حاجه بتكون صعبه قوي وريسكي قوي على طول. فاحنا قلنا طب احنا المفروض نستخدم القوه اللي احنا بنيناها، مع ان ما كناش قاصدين. الحمد لله حصلت.
نستخدم القوه دي ان احنا بقى نبيع. بالظبط، استفيدوا انتوا بقى نستفيد احنا ماديا من الموضوع ده. فحطينا وبقى فاستخدمنا طبعا القوه بتاعتنا مع كل البراندات اللي احنا عارفينها وكل البرودكت اللي احنا عارفينها، حطيناهم كلهم في حته واحده، بنينا تكنولوجي خرافيه. ومثلا انا ممكن اقول انا عاوزه شوز وعاوزه تي شيرت وعاوزه وات ايفر لابتوب وعاوزه بيت فود وعاوزه موز. حاجات ما لهمش علاقه ببعض. ما لهمش علاقه ببعض، وبعدين بيجوا من احسن براندات ليهم كلهم جم على السكرين تك 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 ويوصل لك في نفس اليوم. مش حاجه زي كده موجوده.